ليفربول النادي اللي بيلعب فيه نجمنا محمد صلاح واللي اختارته مجلس فرانس فوتبول النهارده ضمن قائمة اللاعبين الخمسة الأكثر تسجيلا مع فرقهم ومنتخباتهم. طبعا في 2018 المركز الأول كان من نصيب كريستيانو رونالدو اللي سجل 34 هدف في 28 مباراة. المركز الثاني كان طبعا لميسي اللي سجل 30 هدف في 34 مباراة. نجم المنتخب الفرنسي جيرمان غريزمان النجم الكبير نجم أتلتيكو مدريد طبعا كان في المركز الثالث وأحرز 25 هدف. غريزمان عامل موسم أكتر من رائع مع أتلتيكو وأيضا مع المنتخب الفرنسي. طبعا نجمنا محمد صلاح احتل المركز الرابع وسجل 24 هدف في 25 مباراة وهو أعلى معدل تهديفي بين الخمسة لأن طبعا عدد المباريات كانت أقل. وأخيرا طبعا النجم الإنجليزي هاري كين هداف المونديال اللي جه في المركز الخامس خلف محمد صلاح وسجل 23 هدف في 28 مباراة.